جراحه التجميل يعني لازم ناخد بالنا منها جدا عشان نفضل في الصداره في المنطقه العربيه. لازم ما تريده المريضه يلائم اللي يقدر يعمله لها الجراح. هي دي القصه كلها. التقنيات بتاعت الوجه والرقبه بقى ليها اسامي كلها جذابه. مش هكذب عليك. وكل اسم منهم ليه تكنيكاليتي لطيفه جدا وبتدي نتائج عظيمه جدا. طب ايه رايكم بقى ان في العالم كله الستات نسبه كبيره جدا بيحافظوا على شكلهم بعد الحمل والولاده بشكل يدعو للاعجاب ويدعو ايضا للدهشه. بدله التخسيس ده نصب عالمي. كلنا في مرحله ما من شبابنا كنا بنلبس بدله الساونا دي علشان نخس. احنا لازم نفهم انه في ما يسمى بانتيريورز، دخلاء على جراحه التجميل لازم يقفوا عند حدودهم الغير متخصصين. الاستاذ الدكتور حسام سيد مصطفى، استشاري جراحات التجميل، عضو الجمعيه الدوليه لجراحات التجميل، مؤسس عيادات بيرلا للتجميل والجلديه، عضو المؤسسة العالمية لجراحات التجميل. طبيب تنسيق القوام هو طبيب غير عادي، لأن نحت القوام قد ما هو عملية طبية هو كمان فن بيحتاج لرؤية فنية من الطبيب اللي بالضرورة لازم يكون عنده إحساس بالجمال زي الفنان، وده اختلاف ضروري عن كل الإجراءات الطبية اللي ممكن يقوم بيها طبيب أو جراح. فن النحت المعروف من آلاف السنين من القدماء المصريين، التعامل مع جسم الإنسان أكتر صعوبة منه. الحس الفني للطبيب كمان مطلوب لمعرفة الطبيعة النفسية للمريض ومراعاتها بدقة، وتثقيف المريض بمسؤولياته واتباعه بدقة لتعليمات الطبيب للوصول للنتائج المرجوة من العملية. أهلا بكم، النهاردة يوم مهم جدا جدا، واحدة من حلقات التجميل التي أنتظرها بشغف شديد. أولا لقيمة الموضوع وقيمة الضيف. النهاردة واحد من ميجا ستارز جراحات التجميل في الوطن العربي هيكون ضيفنا النهارده، وده هيخلي الكلام يحلو. وزي ما بيقولوا، انا النهارده حتى قبل التصوير اتفقنا ان احنا زي ما بيقولوا نضع النقاط على الحروف ونكشف المستور ونرى الجروح الحقيقيه الان في جراحه التجميل، لانه على حد تعبير ضيف جراحه التجميل يعني لازم ناخد بالنا منها جدا عشان نفضل في الصداره في المنطقه العربيه، او ننفرد بالصداره في المنطقه العربيه عشان نبقى دقيق التعبير. خلي بالكم انه التجميل فن خطير جدا، وعايز الفن ده ريشه فنان قبل ما يكون مشرط جراح. والمبالغه في التعامل احيانا مع المعطيات بتاعه جراحه التجميل ممكن تكون نتائجها وخيمه جدا. والدليل اللي احنا شفناه او العالم كله شافه لمريم اوزرلي، أو الملكة هيام أو الأميرة هيام، أنا مش متابع، ما بتابعش الدراما التركية وما بحبهاش، لكن خلي بالكوا إنه مريم ظهرت في مهرجان كان السينمائي، والغريب أن مريم كانت وجهها متغير بشكل كبير وملامحها متغيرة بشكل كبير زي ما أنتوا شايفين. مش ممكن حد يتخيل إن اللي فاتت دي هي دي، يعني أنا دلوقتي اتصدمت حتى في الصور. وده معناه انه جراحة التجميل في حتت معينة في العالم رايحة في منطقة مخيفة، يعني لو تركيا فيها جراحة تجميل بالشكل ده يبقى الموضوع يعني عليه علامة استفهام. وهنا احنا ما زلنا ننفرد بالناتشراليتي، بالطبيعية، بالأداء الراقي جدا اللي ماشي على الكتاب في مصر. لكن انا بحذر وبقول انه حماة جراحة التجميل في مصر عليهم مسؤولية، مش بس ان احنا نعمل جراحة تجميل طبقا للأصول عشان ما نطلعش الشكل زي مريم اللي فقدت جمالها تماما بجراحة تجميل في تركيا، لا، في مصر بقى احنا لازم نفهم انه في
ما يسمى بانتيريورز، دخلاء على جراحة التجميل، لازم يقفوا عند حدودهم. الغير متخصصين اللي في الأماكن الغير متخصصة، اللي تحت بير البير، اللي في الحتت اللي مش مؤهلة أنها تعمل جراحة تجميل، لازم ينتبه المريض لهذه النقاط أو الكلاينت لهذه النقاط بشكل دقيق للغاية. النهاردة حوار زي ما قلت لكم مع واحد من ميجا ستارز جراحات تجميل، مبدع في حواره، وببقى سعيد جدا في حواري معاه. هتسمعوا كلام علمي دقيق وكلام صريح كعادته كعادته، مش أنا اللي هدفع، هو لوحده الراجل عنده يعني قدر كبير من القلب الشجاع اللي بيخليه ما يركن الدبلوماسية على جنب ويقول كل حاجة بصراحة، وخصوصا زي ما قلت لكم إن احنا عايزين ننفرد بالصدارة في جراحة التجميل في الباطن العربي. واحد من نجوم هذا المجال اكيد الاستاذ دكتور حسام سيد، منورني وسعيد يا ايمن. الكلام ده كتير عليا، ربنا يخليك انت اكتر والله العظيم. وحشني بدبلوماسيتك الشجاعه. وانت كمان وحشني والله. هي مش حكايه الدبلوماسيه ولا حاجه، هي القصه كلها ان احنا زي ما بيقولوا بقى لنا فتره طويله بنشتغل في جراحه التجميل، وبقى لنا فتره طويله كان حظنا أحسن من حظ الأجيال اللي موجودة قريبا دلوقتي، لأن كان عندنا أساتذتنا وكان عندهم قواعد صارمة. أنت اشتغلت مع كل أساطير الحمد لله، الحمد لله، لغاية لما أنت نفسك بقيت واحد منهم. يا رب يخليك. لا ما شاء الله، هم يعني ده هيفضلوا دايما أساطير. أنت واحد من الناس اللي يعني اللي هو انغمست في جراحة التجميل من التسعينات. احنا بنشتغل من 95. من التسعينات يعني. انا كنت نفس الجيل بتاعي، نايب جراحه تجميل سنه 95. ما كنتش نايب جراحه عامه ولا جراحه تخصصيه، انا كنت نايب جراحه تجميل. وكانت اساتذتي عندها قواعد صارمه، سواء في ان انا اتعلم، سواء ان احنا نتعلم كلنا اللي كنا حواليهم كلنا. يمكن دلوقتي احنا بقينا اقل صرامه بكثير منهم على الناس اللي احنا بنعلمهم. نتيجه ظروف كتير قوي، نتيجه الانترنت، نتيجه ظروف الحياه، نتيجه الفلوس، نتيجه كل حاجه. فيعني بنلتمس العذر اليوم، لكن في نفس الوقت لازم هيحصل تغيرات. وزي ما احنا اتكلمنا يمكن من فتره طويله قوي، قلنا ان جراحه التجميل لما ابتدت كموجه وهوجه وحاجه نورت في بدايه الالفينيه، لكن هي كانت موجوده من زمان، بس هي لما بقت مشعه ومضيئه زي النجمه الستار اللي في السماء، فالدنيا كانت بقت زي ما بقول بتجتذب كل اللي رايح ناحيه الضوء. فمن كتر اللي بيروح ناحية الضوء دول دكاترتنا الأفاضل جراحات التجميل والآخرين، ده طبيعي. وفجأة تحول هذه الصناعة اللي ابتدت في بداية الألفين من صناعة صغيرة إلى صناعة ليها أرقام مخيفة في آخر السنة في الصناعة نفسها، وليس في الأطباء والدكاترة، الصناعة نفسها بكل الأجهزة وكل المواد اللي بتحقن والمواد اللي بتطفي أشياء، سواء كانت زي الميزو أو غيره، كل ده دي بقت صناعة كاملة. فالصناعة دي لازم هتاخد وقتها لحد ما يبقى لها قواعد وحدود عشان الصناعة تبقى محددة تمام. نتمنى أن عقبال ما تاخد وقتها أن كل حاجة تبقى تمام معانا، وكل الناس تبقى ساتسفايد لحد ما يبقى فيه زي ما بيقولوا الصناعة دي واخدة وقتها. ولغاية لما الدخلاء على الضوء المبهر ده يعني لإما يتعلموا لإما يبتعدوا. طول ما في قواعد، لما القواعد ترسى في الصناعة دي، بما إنها صناعة في كل دول العالم بتدر دخل على الدولة وعلى السياحة العلاجية في أي دولة في الدنيا مدخول كويس جداً، يبقى هيبقى لها ضوابط كويسة، هيبقى لها روابط كويسة، وبالتالي هيبقى زي ما بيقولوا مش هي دي اللي هو ايه هيت اند ران، اللي هو اعمل حاجة واطلع اجري. كان واحد من اساتذتنا الافاضل الله يرحمه بيقول لك I'm here to stay. انا بشتغل في الشغلانة دي عشان استي، عشان افضل، عشان ابقى استمر، مش هيت اند ران اللي هو اخبط واجري يعني. بالظبط. النهارده هنحط يعني زي ما يقولوا خطوط واضحة وقوانين واضحة ومعالم واضحة لشفط الدهون. شفط الدهون واحد من أهم العمليات اللي لم يكن من المتصدرين الأساسيين لجراحات التجميل. السؤال الأول فيها متى يقرر الجراح والمريض
قرار صائب ان احنا نعمل شفط. بعيدا عن النقطه دي هنتكلم فيها، لكن النقطه الاساسيه ان احنا خارجين من جائحه الكورونا العنيفه اللي يعني سببت لنا مشاكل كتير قوي، سواء كانت نفسيه ولا جسديه ولا اقتصاديه. كلنا عندنا جزء من الحياه اتلخبط، واللخبطه دي بتعود علينا يا اما ان احنا نبطل اكل يا اما ناكل كتير، واحنا بنحب الطبخ فكلنا. لكن القضيه بتاعت شفط الدهون دي من سنه 1930 الديبيت بتاعها، ممنوع على الجراح ان هو يقرر ان هو شفط دهون، وممنوع على المريض ان يقرر، لا الاثنين لازم يتفقوا، مفيش حاجه ممنوعه على الاثنين، بس لازم ما تريده المريضه يلائم اللي يقدر يعمله لها الجراح. هي دي القصه كلها. لو احنا عندنا لايبوديستروفي او سوء توزيع دهون، يبقى بنتكلم على ان دي منطقه فيها مشكله فبنحسنها نتيجه ان دي فيها سوء توزيع دهون. لكن لما تكون المريضه ما عندها، او الكلاينت بلاش المريضه، عندها تكتلات دهنيه مش عاجباها نتيجه سمنه، نتيجه وزن زياده بعد الولاده، نتيجه الحياه الرتيبه اللي ممكن الواحد كلنا كنا عايشينها يمكن في 5 اشهر، فممكن الحاجات دي كلها بتساوي ان عندها تكتلات دهنيه زياده. تقدر تخلصها بالرياضه التكتلات الدهنيه، وليس اللايبوديستروفي اللي هو سوء توزيع دهون. تقدر تخلصها بالرياضه، تقدر تخلصها بالدايت، تقدر تخلصها بهيلثي لايف. عاده الجراح بيقول لها اعملي كده، لكن لو مش هتقدر تخلصها بالكلام ده وهو يقدر يخلص لها المشكله دي، يبقى الاثنين التقوا، فيبقى ده القرار السليم بينهم. لكن لايبوديستروفي ده قرار الجراح، سوء توزيع دهون في منطقه ما، الجراح لازم يقول لها دي لازم تتشال لانها لسه هتزيد. دي عباره عن مشاكل وراثيه او جينيه. ايه الاماكن اللي انت ترى انها متصدره المشهد في شفط الدهون؟ والله لو احنا اتكلمنا على الميدل ايست غير اوروبا، خلينا نتكلم في الميدل ايست اللي هي بتاعتنا. الميدل ايست اكتر حاجه بتضايق سيدات مصر ويمكن الشرق الاوسط كلهم دراعاتهم، وده غريب ان هو اكتر من بطنهم. الدراعات، البطن، الارداف والظهر، ده بالترتيب على فكره. فهو من كتر اللي انا بشوفه، هو ان احنا بنتكلم على دايما الذراع هو اكتر حاجه بتضايق السيده، لان هو بيغير لها مقاس هدومها. ودي لو احنا بنتكلم على بطن او ظهر، يصعب اخفائه، يصعب اخفائه. ده واحد. اتنين، مشكلتهم الاساسيه واللي انا اتعلمته خلال الفتره اللي فاتت، السنين اللي فاتت، ان الذراع لو هو فيه سمنه زياده قوي بيغير مقاس بقيه الهدوم. فبالتالي البيشنت او الكلاينت اللي بتلبس مثلا 36 38 هتضطر تلبس 40 و42 علشان الدراع، فبالتالي يبان الهدوم مش متناسقه. وكمان بيدي سن كده، تحس ان الست كبرت. مش قوي، لان هو في ساعات لو هو في تريحه في الجلد. أيوة. لكن لو هو مليان لا طبعا ما بيديش الحته، لكن لو في تريحه في الجلد تحس ان هو في اللي هو ايه، مش جسم رياضي. بلاش نقول سن او مش سن، هو مش جسم رياضي، هو مش تنميق كلام، لكن هو دي حقيقه ان هو التريحه، يبقى في مش جسم رياضي، بطلنا نلعب رياضه، بطلنا نشغل عضلاتنا دي. عشان نعمل الصوره الجميله دي، ايه البرنسبل؟ الرسم واضح ان الرسم خد وقت يعني. هي بتعتمد دائما ان احنا عندنا الذراع في مناطق ما بنقدرش نشفطها، ودي من الحاجات اللي انت كنت لسه بتتكلم فيها في الاول، اللي هو مفيش ريجليشن. في ناس بتشفط الفرونت اوف ذا ارم، فرونت اوف ذا ارم لما بتشفط اللي هو مقدمه الذراع، ده في اعصاب كتير ممكن تسبب كهرباء في الحته دي لمده 6 اشهر. احنا كلنا بنشفط من ورا العضله بتاعه، العضله الثلاثيه او الترايسبس من تحت، عشان هي دي المنطقه هي بتاعت منطقه تجمع الدهون، ونقدر نطلع بيها لحد الاجزله او تحت الباط. فهي دي المنطقه اللي نقدر نشفط منها. لكن هتشفط في الحته اللي مش مسموح فيها بالشفط، هتؤدي في واحد يا سيدي من الالف، بلاش واحد في المية، ان حاله هيحصل لها مشكله. فالبعد عنها اسهل، ممكن تتعامل بطرق اخرى كالاجهزه، واساتذتنا بتوع الجلديه واساتذتنا بتوع الدايت يقدروا يعملوا جلسات من الكافيتيشن والحاجات دي في الحتت دي، مش هتاثر لهم على حاجه في الاعصاب، لكن هتقلل المنطقه اللي موجوده.
ممكن يحقنوا مواد بتاكل شويه الدهون زي اللايبو ديستروفي لايبو كيل او الميزوثيرابي اللي بيقلل، فبالتالي نقدر نعالج المنطقه العلويه بطرق، لكن المنطقه السفليه عاده صعب انك تعالجها من غير شفط، ولو في تريح جلدي يبقى يفضل ان انت تعمل لها حاجه من حاجتين، حاجه زي الالتراسونيك ويفز او حاجه زي الراديو فريكوانسي، سواء كانت موجات تردديه او التراسونيك، عشان وانت شغال نفسك تقدر تعمل تايتنج او شده للجلد عشان ما تديهاش شكل تريحه بعد ما تشيل لها الدهون الموجوده. لو نزلنا لمنطقه الجذع اللي هي المنطقه اللي فيها الفن اللي فيها كل التسميات دارت حواليه، يعني من اول شفط الدهون وبعدين بعد كده الفيزر والليزر وبعدين النحت الرباعي والديناميكي ولغايه لما بدانا ندخل في التقنيات الحديثه اللي اتكلمنا عنها، انا عايز نتكلم بقى في المنطقه بتاعت الجذع. بص اي جراح في الدنيا اول ما بيشوف جذع او المنطقه بتاعت البطن بتاعت المريضه، وخلينا نتكلم على البطن اكتر من الظهر، الظهر ده من الحاجات اللي زي ما بيقولوا دايما، وانا دايما بقول ان الظهر ده ابن حلال. في تكتلات دهنيه تقدر تشيلها، مجرد ما بتشيل التكتلات الدهنيه من كتر الثيكنس او سمك الجلد بتاع الظهر بتشد لوحدها، لو مش قادره هتديها حاجه بسيطه زي جهاز فيزر ولا حاجه هيعمل تايتنج عظيم، ممكن تديها حاجه اعلى. دي من الحالات اللي زي الرجاله، ده طبعا من اكل تقدر اكل وقعده. ايوه طبعا ما فيش رياضه، واللاتيسمس ماسل او العضله بتاعت اللاتيسمس ضعيفه جدا، فبالتالي الدنيا مريحه شويه. لما بتشيل دهون الظهر زي ما بقول لك ابن حلال، فهو بيديك شكل لطيف جدا، بيتشال بيتشد بيبقى الدنيا لطيفه جدا من غير جراحه، يا دوبك هو الشفط وممكن تمشي عليه زي ما قلت لك جهاز الفيزر، او تمشي عليه البلازما بروتون اللي هو الجي بلازما، او السكند ريجينريشن بتاعه اللي هو الرينوفيان، ويمكن هنتكلم عليه بعدين. فبالتالي هيدي نتائج عظيمه. البطن بقى عند السيدات او الرجال فيها مشكله، ان حضرتك في ثلاث حاجات لازم تتعامل معاهم: جلد وتريحته، دهونها وكمية الدهون اللي فيها، تلاتة العضلات بتاعت البطن، لأن دي المنطقة الوحيدة إن عضلاتها اللي ممكن تفتح أو يحصل دايفيركيشن، وممكن تبقى ما كويسة وما حصلهاش مشكلة. لما تبقى العضلة كويسة لكن كل اللي موجود تكتل دهني عظيم، تقدر تشيل التكتل الدهني ده تعمله إيمالسيفيكيشن أو تسيحه بالفيزر عشان تقدر تنحت شكل الجناب وشكل البطن بشكل متناسق من غير ما يبقى اوفر او في مشكله، وفي نفس الوقت تدي نتائج عظيمه في الموضوع ده. في حته في الموضوع ده هنبقى نتكلم عليها الا وهي ايه؟ انا بشفط لحد امتى؟ جاي الاسئله دي يعني لكن ده 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 لو احنا عندنا مشكله في العضلات او عندنا ضعف في العضلات، يبقى اي حاجه بنعملها بالنسبه لشفط الدهون او نحت الدهون هتبقى غير مجديه. غير مجديه ليه؟ لان العضله واخده حيز اعلى لقدام من الدهون اللي موجوده، فلما هتشيل الدهون هتبقى انت شلت 70-80% من الدهون، لكن المشكله الاساسيه ان البلج بتاع البطن ده نتيجه ضعف العضله اللي عمره ما هيعالجه شفط الدهون او نحت الدهون او النحت رباعي الابعاد او الاجهزه، فده لازم له جراحه عشان نصلح ما افسده الظهر. في الحلقة دي كانت المشكلة دهون وسن الترهل. يس. وبالتالي الحالة دي كان لازم نعمل فيها شوية نشيل الجناب، لأن دي أكتر حاجة بتضايق السيدات. البطن بتتشال، لكن لازم نشغل جهاز زي جهاز بلازما بروتون عشان يدينا تايتنينج أو شدة للجلد بنسبة 60%-70%. التايتنينج ده مش هيغنيني عن الجراحة. اللي هو الشد. التايتنينج اللي هو الشد. لكن مش هيغنيني عن الجراحة، بس في سيدات ما تستحملش إنها تعمل جراحة. ظروفها ظروف العمل، ظروف الاطفال، ظروف الحركه، ما تقدرش تعمل جراحه انها تقعد في البيت اسبوعين او ثلاث اسابيع عشان الريكفري بتاعها، فبالتالي هي هترتضي بشد الجلد لو عضلاتها كويسه. بشد الجلد اقل من الشده اللي بتجيبها الجراحه، لكن في نفس الوقت من غير ما يبقى فيه جروح، عباره عن فتحتين صغيرين والريكفري بتاعها بياخد 5-7 ايام. ده في دور الجي بلازما اللي هنتكلم عليه كمان شويه. بالظبط. في كام سؤال يدوروا حوالين المنطقه دي، انا خليت الاسئله دي لمنطقه شفط الدهون بتاع البطن تحديدا، لانه اكتر سؤال هيتسال: هل تعود الدهون بعد شفطها مره اخرى في مكان اخر؟
ده حقيقة غير علمية تماما. لكن الحقيقة العلمية بتقول إن إحنا لو بسطناها بس يا أيمن سنة صغيرة، إحنا عندنا ربنا خلقنا الخلايا الدهنية عاملة زي مخازن، فدايما دايما أي شركة في الدنيا بتملي مخزن واحد وبعدين مخزن اثنين وبعدين مخزن ثلاثة وبعدين مخزن وهكذا. البني آدم الطبيعي وارث إنه هيفتح مخزن أو اثنين في الحياة الطبيعية بدل وزنه يتراوح ما بين 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو رايح جاي. لكن لو البني آدم الطبيعي اللي عنده منطقتين بس هما اللي بيتخانوا فيه وليكن بطن ودراعات، وهذا البني آدم زاد 10 كيلو هيبدأ يبان شوية في الظهر، زاد 20 كيلو هيبدأ شوية في الأرداف، زاد 25 30 كيلو هتبدأ الدبل تشين والرقبة. طب ما ده ما شفتش دهون، هو بس كل ما بيزود الحيز الطبيعي بتاع وزنه بيفتح مخازن جديدة أو بيزود حجم المخازن الجديدة أو الجديدة والقديمة اللي ما تشالتش. بعد ما بيملى المخزن كله بالماكسيمم كاباستي بتاع كبر الخلية الدهنية، لأن الخلية الدهنية لا تجدد فهي ما بيزيدش، بيبقى عنده 10 أو 100، لا هم العشرة هيتخانوا بعد البلوغ هيتخانوا. فبالتالي هيفتح مخزن جديد عشان يعوض اللي عمال بيزيد ده. هو ده بالظبط اللي بيحصل في الشفط. عملنا النحت او الشفط بتاعنا والبيشنت او كلاينت ماشي على 2 3 5 كيلو رايح جاي، عمرها ما هيطلع في حته ثانيه، لكن اوتوماتيك هي اوريدي هيطلع في حته ثانيه لو هي ما عملتش عمليه. هيطلع لو هي زادت 20 25 كيلو، ما هو مش هيطلع في نفس المكان 20 كيلو، لانه في المكان ده ما كانش فيه غير 3 2 لتر. في عندنا يعني شخصية احنا ابتكرناها اسمها ابو العرف، عايز اسمعك الفتي. اكيد في عالم التجميل الفتي بيوصل لك يعني مهما كانت طول الوقت. بس الفتي انواع، فالفتي اللي هسمعه لك ده فتي يعني من النوع الكوميدي جدا والقاسي جدا يعني. لا بنسمعه المفاجأة انه لما بدأنا نبتكر أبو العريف كنت متوقع أن في حاجات هيقولها إكستريم، في برانشات كتيرة جدا. لا، ضيوف الأعزاء بيقولوا لي ده احنا بنسمع الكلام ده كل يوم. تعالوا نسمع أبو العريف النهاردة هيفتي ويقول ايه. يا باشا الكرش ده وقار وهيبة الراجل مننا، اللي ملوش كرش ما يسواش قرش. إنما حضرتك عاوز تبقى الفت وتعمل الفورمة، حقك يا باشا. البنت ولا الست اللي عاوزة تشد جسمها، حقها ولا مش حقها؟ لو مش عاوز تتشكشك يا باشا وتخش قط العمليات، لو مش عاوز تتسحل في جيم وضايت وقد لا تصل إلى نتيجة، لو مش عاوز تتبعت يا باشا في مليون صفحة على الإنترنت بمليون وصفة ما تعرفش مصدرها، هبعتلك يا باشا لينك فيه الزيتونة، موقع إلكتروني متخصص في العطارة. مفيش حاجة تخطر على بالك إلا وليها عندهم وصفة. خبراء يا باشا متخصصين، وأحلى وصفة دهان موضعي. تدهن يا باشا الجزء اللي عايز تخسسه وتلفه بكيس بلاستيك وانسى الدهون. دي وصفة لحفظ البسطرمة يعني، أدهنه ولفه. ما كان في اللف التنحيفي ده صحيح طلع فترة، ما هو ده قول حق يراد به باطل، أو قوله يعني هو ده اللي هو هيجيب معلومة. ده طبعا سمعت كتير ده بس هو بيجيب معلومة اتسمعت من 15 سنين، أثبتت نجاحها أو فشلها ده مش مهم على فكرة. بس هي المعلومة دي كانت أنا سمعتها و كلاينت عندي سمعتها من 10 سنين وغيره. لما حد يقول لها الكلام ده يقول لك يا يبقى الكريم ده لما كمان زاد يبقى البلاستيك هجيب نتيجة كمان بقى بدل ما الكريم ده زاد. أصل زمان كان هو ما حدش زمان قال إن هذا اللف التنحيفي اللي هو عبارة عن سكويزينج للليمفاتكس، إن أنت بتضغط على الليمفاتكس بتاعت البطن فتنزل المية فالعيانة بعد ساعتين تشرب مية فترجع تاني لاتنين سنتي اللي هو لفوها بيها. يعني ده مش طب يعني ده تخريف. ده اسمه قول باطل أو قول حق يراد به باطل. الناس كلها سمعت زمان عن التنحيفي، فلما حد يقول لهم ده كمان هنحط كريم فهيزود المكان، قال لها طب ما احنا سمعناها من 10 سنين يبقى تمام.
حتى لو كانت في العشر سنين دول اثبتت ان حتى لو هي فشل مين قال ان هي فشل؟ حد قال انها فشل؟ ما حدش قال الفشل. حتى اللي قالوا قالوا لبعض ما قالوش للناس. هي قلت لي لا انا بتكلم على الاكسبيرينس بتاعت الناس. فلما هي هتسمع الكلام ده او هو هيسمع الكلام ده يقول لك طب ما الله يجرب انا اخسر ايه؟ ده كريم وحلفه يعني. which is okay. هو مش حي... لما هتجرب مش هيحصل حاجه وفي نفس الوقت مش هيحصل حاجه. هو مش هيحصل مشكله بس مش هيحصل حاجه. يعني مفيش مشكله يعني. يعني دي نوع من ال يعني هتضيع وقت وشويه فلوس مش مشكله. مش غالبا مش فلوس كتيره بس في الاخر قرش على قرش بيبني. هنا يعني الفكره مش عشان يضيع الفلوس مش عشان شويه فلوس. هو الفكره هنا عشان عدد الناس اللي تروح له. ايوه فيعوض بده. الفلوس اللي قلت على قرش كده قلت قرش على قرش جمع قرش. وفي نصابين عندهم كونسبت لطيف. في نوعين من النصابين. في نصاب اللي هو نظام ضربه مرزبه ولا ضربه 100 شاكوش اللي هو ههبش الهبشه واقلب. وفي النصابين اللي هو معتمد على ان انا بقول حاجه بخمسه تعريفه بس بجمع عدد كبير من الناس. واحنا في مصرنا الحبيبه كل شيء بيتباع. ان شاء الله مش هيبقى فتره طويله. اللي قبل ما اروح للفقره الاخيره الشباب والرجاله في تقييمك دلوقتي في قدومهم لعمليات تنسيق القوام والتعامل مع مشكلات زي التسدي. طبعا التسدي ده مشكله من زادت اقبال زادت توافق زادت بذكاء. يعني زادت بذكاء بمعنى ايه بذكاء؟ ان الشباب كلها مش عايزه تيجي تعمل 4D لايبوسكاتش. الناس اللي ناويه تكمل في حياه رياضيه وحياه صحيه قويه هو عايز يعمل 4D لايبوسكاتش عشان يكمل بيه. يبقى حاجه محسنه ليه وهو ماشي في الطريق بتاعه. والناس التانيه اللي شايفه انها مش بتاعت رياضة مش هتلعب حاجات عنيفة بتبقى عندها مشاكل سواء الجناب أو التثدي أو البطن. هم عايزين يشيلوا المشكلة أو اللايبو ديستروفي اللي كنا بنتكلم عليه في الأول. فهم مش عايزين يعملوا 4D لا يعملوا هم العضلات. عايزين يبقى الشكل مناسب وملائم وطبيعي شكل في فده ذكاء. ذكاء ذكاء وثقافة جيدة. بالظبط. الحريف من هو الحريف في عالم شفط الدهون؟ الحريف في عالم شفط الدهون هو اللي عارف كويس قوي هو ايه اللي مطلوب وما هي القواعد بتاعتها وامتى يمسك ايديه ويحط ايديه اليمين على ايديه الشمال عشان ما يكملش عشان ما يؤديش الى مشاكل. ده الحريف. المهمة المستحيلة ايه اللي تشايفه كلمة اقول ان دي مهمة مستحيلة؟ إن القواعد تطبق قريباً. متفائل قوي. طيب تعالى بقى نستمتع بقى مين اللي انت شايف تتحط خلف القضبان؟ بس من وجهة نظر أي بني آدم أي بني آدم تاني هيبقى هو اللي هيتحط خلف القضبان. لكن خلينا نرجع بالزمن شوية نقول إن أساتذتنا هم اللي قالوا مين اللي يتحط خلف القضبان عشان ما بقاش أنا اللي بقول. أنا أتذكر حد من أساتذتي وهو يمكن بيكون ضيف عليك وضيف عظيم من العظماء كان ممنوع إن أنا أبدأ أشتغل غير لما يبقى عندي معلومات كافية وهو اللي يتشاك عليها. دي ما بقتش موجودة زي ما قلت لك دلوقتي. لكن دلوقتي بقى عندنا كميات تانية غير تخصصات جراحة التجميل بيسمع عنها سمع خير بس وبيشتغل حالات جراحة التجميل. فالكارثه بتؤدي لان هو ودول الحمد لله مش كتار يعني. فبتؤدي الكارثه ان هو في حاجات بتطلع مش كويسه. لما بتطلع مش كويسه زمان كانوا بيخافوا فكان بيعمل نص الحاجه فما تطلعش كويسه فتقدر تصلحها. دلوقتي ما بقوش بيخافوا خصوصا مع زي ما بيقولوا الصناعه العنيفه اللي بقت موجوده. فبقى المشكلة اللي بتجيلك بقت تصليحها صعب قوي. يعني زي ما دايما بنقول ان هو يعني بليز يعني انت اتعلمت حاجة كويس يا رب تكون بتشتغل ايه بس اتعلمت حاجة كويس
اعملها لحد اخر حته صغيره وسيب كده انت كده تمام. سيفتي مارجن لو انت مش حاسس ان انت هتقدر تكملها. لكن السيفتي مارجن ده لما بتسابش ما هو ما عنديش انا الترناتيف فيه. في نفس الوقت ما فيش حد في الدنيا معصوم من الخطا ومعصوم من اي حاجه يعني. لكن في الاخر انت عارف في فرق بين ان انت لو انت عارف ازاي تحضر الحاله وازاي تعمل حاله وازاي تتابع الحاله ولو لا قدر الله جا كومبليكيشن او مضاعفات ازاي تصلح المضاعفات دي نتيجه الوقت الطويل اللي انت عشته قدام الناس كلها وقدام الشغل كله وقدام شفت كل الناس بتشتغل ايه وحصل لك ايه وما حصلكش ايه ساعتها تقدر تحتوي المضاعفات. لكن لو انت ما عندكش الثلاث اربع حاجات دول المضاعفات هتبقى بالنسبه لك حاجه مش مفهومه اساسا هو ليه حصل كده. وتبقى انت غلطت الغلطه الجباره اللي هي غلطت ان انا يعني لم اتواضع امام متغيرات الجسد البشري، لم اتواضع امام متغيرات اللي الدكتور حسام قالها اللي هي انه كل شيء وارد فلازم انا ابقى مامن نفسي ما ادخلش قوي طالما انا حتى لو انا برضو سوبر ومتعلم كويس جدا ما عملش يعني الشفط لغاية لما الجلد خلاص هيبدأ يريح لا ادي نفسك برهة ادي نفسك حتة أمان صح كده؟ صح. انت جملة أخيرة أها مش من القوة ان انت تشفط كل الدهون بدليل ان بره بقى احنا كل ده بنتكلم على الشرق الأوسط بره انت دايما هو بيقول لك بليز اتليست 50% and she can come back for another session after 6 months. هو بيقول لك كده خد 50-60% اديها اللي هي عايزاه وتقدر لو هي حابه تاني تيجي بعد 6 اشهر. عندنا في مصر ما فيش كده. عندنا في مصر لا هو دلوقتي وبكره مش عايز اشوف حاجه خالص انا بكره عايز ابقى حد تاني. لكن العالم كله بيتكلم في طريقه مختلفه خالص واحنا بنتكلم في طريقه تانية. طمع المريض مخيف احيانا. ضيفي العزيز القمة الجراحية والعلمية المتميزة اللي نورتني النهاردة وسعيد جدا بهذا اللقاء الممتع اللي هو أول لقاء يجمعنا بعد الكورونا. ميرسي جدا يا أيمن وشرف لي إن أنا موجود ربنا يخليك. بتنورني دائما. تسلم. بتبدع دائما حوار اكسترا أوردينري حوار ممتع جدا له جوانب علمية ودقيقة وفي تفاصيل في هذا الحوار كثيرة يستحق ان احنا نستمع له مرة واثنين وثلاثة لانه في خبايا خصوصا من الجونيور شباب الاطباء يستمعوا لانه في كلام مهم جدا لو مشيتوا عليه ده حصاد خبرة سنين هتستمتعوا جدا بالامان المهني والزهو المهني في الفترات القادمة في حياتكم ده شيء مهم قوي. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور حسام سيد استشاري جراحات التجميل وعضو الجمعية الأمريكية لجراحة التجميل وجمعية وعضو المنظمة العالمية لجراحات التجميل والمدرب الدولي للخيوط الفرنسية كان ضيفي في الناس الحلوة. خليكم معنا بقى وخليكم دايما مع الناس الحلوة. منطقة علمية لازم نكشف الغطاء عنها ونفهمها بدقة. جودة البويضات. البويضة هي المايسترو بتاع حدوث عملية الحمل. السن السيدة هو اللي بيتحكم أكتر في جودة البويضات. الحال المجهري إحنا عارفين عنه كل حاجة أعتقد لسه ده علم واسع جدا ومتغيراته كتيرة. الأدوية بتاعت الحقن المجهري نفسها بتقسم لجروبس وشركات. في بعض الأدوية تشيب رخيصة وما بتطلعش بويضات الجودة اللي أنا عايزها ووفرت للعينة 2000 جنيه بس أنا خسرتها حاجات تانية كتير. رابطين دايما كلمة منظار بالمنظار اللي كان بيتعمل لمرضى الكبد زمان ففاكرين دايما اللي هو دي حاجة مش كويسة. أنا هعمل منظار ليه؟ هو أنا حالتي خطيرة؟ أنا فيها مشكلة محتاجة المنظار الرحمي؟ كل شيء بأمر الله مهما كانت المهارات بدون أمر الله ليس لها أي قيمة.